مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام للحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طول فترة الإحرام؟ مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام للحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طوال فترة الإحرام؟ ما يضر ذلك، الخيوط والحزام الحج ما يضر، كذلك الحذاء يلبس النعلين ولو ما هو مريض، النعلين يلبسه المحرم فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي إما سراويل عادية أو قميص أو يغطي رأس هذا ممنوع، أما يكون عليه رباط في ذراعه أو رجليه، رباط لمرضه أو عليه حذاء في رجليه، هذا ما يضر المحرم ولو كان غير مريض. نعم.